تفاصيل أحوالنا الجوية بيطلعنا عليها مباشرة رئيس قسم التقديرات السطحية بمصلحة الأرصاد الجوية بالمطار محمد كنج. صباح الخير أستاذ محمد. صباح النور، يا هلا. بداية أسبوع موفقة وكل صحة، هلأ صرنا بنتمنى الصحة والأمان بعيدا عن كورونا. طقسنا كيف رح يكون؟ صحيح، كل يوم بيوم وصرنا. صح 100%. اليوم عندنا طقس مستقر نسبيا على الحوض الشرقي المتوسط، اعتبارا من بكره نبلش نتاثر بمنخفض جوي حيتمركز فوق تركيا وبيقرب علينا، حيؤدي لطقس ممطر وعاصف. طقس اليوم قليل الغيوم لغائم جزئيا، انخفاض بسيط بدرجات الحراره على الجبال وبالداخل، عم بيكون عندنا شويه رياح ناشطه. اعتبارا من المساء حيتحول لغائم بسحب مرتفعه ومتوسطه مع تكون ضباب على المرتفعات. في عنا يعني تقريبا شبه استقرار درجات الكتل الحاره اللي عم تجينا من ميلة الجنوب من صوب مصر، بعد عم تاثر علينا، عم تسبب انه درجات الحراره تضلها مستقره ودافيه نسبيا. اعتبارا من بكره هالكتل الحاره حتتراجع تحت تاثير الكتل البارده اللي عم تجينا من صوب تركيا باللون الازرق، وحيبلش يتغير الطقس، حيبلش غائم جزئيا، تدريجيا حيتحول لغائم، انخفاض تدريجي بدرجات الحراره وضباب على المرتفعات. حيكون عندنا تساقط امطار متفرقه اعتبارا من الظهر، وخلال الفتره المسائيه بتشتد هالامطار، حتكون مصحوبه بعواصف رعديه. الهواء بحده الاقصى بحدود ال 75 كيلومتر بالساعه لفتره قصيره، حيكون مش مثل المره السابقه، وحيكون عندنا الثلج على 1300 متر وما فوق. هون عم نشوف نهار الثلاثاء الكتله البارده تقريبا بتقرب علينا وبتجيب لنا الامطار. بالنسبه للاربع طقسنا مكفي غائم مع امطار، وامطار حتكون متفرقه غزيره احيانا خاصه صوب الشمال، مترافقه مع برق ورعد ورياح ناشطه. الثلج حيكون على 1400 متر وممكن بالفتره المسائيه على 1100 متر بالمناطق الشماليه. إذا بدنا نعطي ملخص، الأمطار حتبلش تقريبا من الظهر الثلاثاء لمسا نهار السبت، بس بشكل متفرق ومتفاوت حسب المناطق. يعني هذا طقس الأسبوع كلياته للأحد يبلش يزبط الطقس. وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم على الساحل من 12 ل 21 درجة، ببيروت هلا 15، الجبال من 7 ل 14 درجة، والمناطق الداخلية من 7 درجات ل 20 درجة. الهواء عم بيكون جنوبي شرقي بالليل، جنوبي غربي بالنهار، سرعته بين 10 و 35 كيلومتر بالساعة. والانقشاع عم بيكون متوسط على الساحل، عم بيسوق على المرتفعات بسبب الضباب، عندنا شوية رطوبة عالية على الجبال بحدود 90%، على الساحل عم تكون الرطوبه بين 60 و 90%. وساعة شروق الشمس الساعة 5:49 دقيقة، ساعة الغروب الساعة 5:45 دقيقة، كمان بعد 4 دقائق بصير الليل والنهار بيتعادلوا، عم نقرب على نص الشهر يعني صرنا. وهيدا بالاجمال كل شيء، بكره بنعطيكم تفاصيل أكثر. اكيد كل يوم بيوم وصرنا بكل شيء حتى بطقسنا، ويمكن الطقس لانه مش كتير حلو هيدا بشجع كمان زياده اقعدوا ببيوتكم، ان مش شاء الله غلط. ان شاء الله. شكرا لك استاذ محمد.